مساء الخير على حضراتكم، بنرحب بيكم في وقت جديد خاص، وأهم شيء خاص فيه هو أن كلمة الله بتذاع، وأهم شيء خاص كمان هو أنه في إنجيل يوحنا. إنجيل يوحنا من الأناجيل اللي دايما الكتاب والمفسرين والشراح بيقولوا أن لابد أن كل شخص حديث في الإيمان يرجع لهذا الإنجيل، يقرأه، يبحث فيه عن أشياء كثيرة غنية عظيمة تفرد بها هذا الإنجيل. قبل ما نبدأ وقتنا الخاص جدا اللي مش هيكون أكثر من ساعة، بشجعك تجيب كتابك المقدس، بشجعك تجيب قلمك وورقة وتراجع المعلومات اللي هناخدها النهاردة وتبدأ معانا الدراسة العميقة الشاملة دي. أتمنى أنها تكون شاملة، وبتمنى أنها تكون صحيحة ودقيقة، وبتمنى أنها تكون سبب بركة للشباب والكبار والأسر، لأننا مؤمن جداً إن لما بتسكن فينا كلمة المسيح بنقدر نعيش صح بحسب التعليم الصحيح. عشان كده النهاردة هنبدأ رحلة جديدة دراسية في إنجيل يوحنا، وده طلب مني من أكثر من شخص، وهو إنجيل غني جداً، وأنا شخصياً أول اللي جايين وأول المتعلمين النهاردة في الوقت بتاعنا الخاص جداً. بنرحب بيكم على زوم، وبنرحب بيكم على فيسبوك، واللي عايز يدخل على زوم الأدمن هيحط اللينك بتاع زوم على الفيسبوك، ممكن تاخده تدخل بيه على الزوم، هو موجود على صفحة أساسيات مسيحية. وبنرحب بإخواتنا اللي على الفيسبوك كمان، تقدر أنك تكتب تعليق، تقدر تكتب سؤال، تقدر تكتب مشاركة، احنا بنرحب بالكل في اسم الرب يسوع. في البداية عايزين نصلي نطلب بركة ربنا على وقتنا، وشجعكم تبدأوا تعملوا شير لإخواتكم وأصحابكم لللايف والبث المباشر عشان يكون سبب بركة لكل اللي حوالينا وقريبنا وحبايبنا. يا رب بنطلب وجهك، وبنصلي يا رب انك تكلمنا، وبنصلي انك تعمل فينا، وبنصلي يا رب انك تنور قدام عينينا الطريق في دراستك، في دراسة حقك، وفي دراسة كلامك، وفي دراسة شخصك، واعلانك عن نفسك في كلمتك، وهو اعلان كافي كامل، اعلان معصوم، اعلان محفوظ لنا. رب ساعدنا نعرفك أكتر النهاردة، ساعدنا نتعلم أكتر، نيجي عند رجليك كالمتعلمين كالأطفال لنتعلم ببساطة ووداعة وإخلاص. بارك كل شخص بيحضر يا رب، بارك كل شخص بيحضر مباشر أو مسجل، في اسمك استجيب. بكل سرعة وكل سلاسة، الوقت بتاعنا مهم جدا، لكن في البداية من المهم أن نفتكر آية في متى 16 بتقول الرب كان بيسأل التلاميذ وبيسأل الجموع: الناس بتقول عليا ايه؟ وانتم كمان بتقولوا عليا ايه؟ ودي من الآيات المشهورة جدا، ونفتكر قول بطرس في هذا الوقت: انت هو المسيح ابن الله الحي. فبطرس اعترف هذا الاعتراف، لكن الرب يسوع تجرأ وقال له ان اللي قال لك كده واللي اعلن لك هذا مش لحم ودم، مش بشر، مش شطارتك، مش حكمتك، لكن إعلان الآب، لكن إعلان الروح القدس، لكن إعلان الله فيك يا بطرس، هو عمل الله فيك وتجديدك، هو اللي صنع منك هذا الاعتراف، وعلى هذه الصخرة أبني كنيستي، على هذا الإيمان، إيمان الرسل والقدسين والأنبياء. عشان كده بكل سرعة، إحنا قدام إنجيل جوهري محوري بيتحدث عن لاهوت الإبن. الكلام اللي هقوله يمكن مش جديد في البداية كمقدمة، بمعنى أنه يوحنا الحبيب، يوحنا رسول المحبة، عايز يقول في الإنجيل ده الكلمة المفتاحية دي أو العنوان ده: لو كان المسيح هو ابن الله الحي المتجسد، لذلك ستثق به وتؤمن به ليخلصك من الخطية ومن ظلمتك، لأنه النور والحياة. هو ده باختصار كل الفكرة اللي عايز يقولها من خلال إنجيله، من خلال المقدمة، من خلال الإصحاح 20 عدد 30 أو 31 اللي بيقول فيه الحاجات المهمة دي، إني وده كان اللي موجود في إعلاننا. لو قدرنا نقرأ الآيات دي، تعالوا نفتح مع بعض يوحنا 20، بيقول الكلام الرائع الغالي ده، بيقول فيه كده في يوحنا 20 وآيات أخرى عدد 30: صنع يسوع آيات أخرى كثيرة، صنع يسوع قدام تلاميذه لم تكتب في هذا الكتاب، وأما هذه فقد كتبت لتؤمنوا أن يسوع هو المسيح ابن الله، ولكي تكون لكم إذ آمنتم حياة باسمه. آيات أخرى كثيرة صنعها يسوع، وكل ده في حاجات كتير اتكتبت، لكن اللي اتكتب ده أنا كنت بقصد بيه كذا، زي ما قال في البداية
هو ده، ان يسوع المسيح هو ابن الله، او ان يسوع هو المسيح ابن الله، اسف، ولكي تكون لكم اذ امنتم حياه باسمي. اولا يسوع هو المسيح، ثانيا يسوع هو المسيح ابن الله، ثالثا اذ امنتم به لكم حياه باسمه. فده اعلان الانجيل، انجيل يوحنا. لكن بكل سرعه، بعد ما شفنا ان ده مذكور في يوحنا 1 وفي يوحنا 20 في اواخر الانجيل، مش بس كده، من المهم جدا انك تشوف ده كمان في يوحنا 20. توما كان بيعلن الاعلان الصريح ده للرب، فبيقول له ربي والهي، بيشوف رب يسوع وبيشوفه بعد ما شك، فبيقول له كده بعديها ربي والهي. فهذا الاعلان بيتاكد في امور كثيره، في اعماله، في شهاده روح القدس، في اشياء كثيره. وهذا الانجيل يتميز بالسبعيات. الشيء الثاني المهم اللي قالوه المفسرين والشراح قبل ما ندخل في الغويط، وقبل ما نستقبل اسئله حضراتكم في وقت الاسئله، ان هذا الانجيل انجيل اختياري، انجيل سيلكتيف، انجيل رمزي، انجيل فيه رموز كتير، في كلمه الحياه، في كلمه النور، في كلمات كتير رمزيه لمرموز اليه، يعني في حد مرموز اليه، هو النور، هو الحياه، في حاجات كتير هتشوفها زي كده. ولكن ناتي لاهم شيء قبل ما ندخل في الجد شويه، التقسيم. ما هو، كيف نقسم هذا الانجيل، وهل له تقسيم قد يساعدنا في هذا الانجيل؟ يعني احد المفسرين ساعدنا في هذا التقسيم، اذا ساعدك ده شيء رائع جدا. ممكن انت تقسم السفر ده او الانجيل ده براحتك، يعني حسب قراءتك وحسب بحثك وحسب مشاهدتك ليه وعمقك وتفسيرك ودراساتك له. في ممكن تاخد من اصحاح 1، من عدد 1 لعدد 18، تشوف في ابن الله موضوع الايمان. وممكن تشوف من اصحاح 1 من عدد 19 لاصحاح 12 عدد 50، تشوف في ايمان في البدايه بابن الله. والجزء الثاني من هذا المكان، من اصحاح 5، تشوف في عدم ايمان بابن الله. فالجزء الاول في التقسيم الثاني ده، بتشوف في البدايه ناس بتؤمن بالله، بتؤمن بابن الله، وفي الجزء الثاني عدم ايمان بابن الله. وده حتى ظاهر من الاصحاح الاول، وهنشوف ده في قرايتنا النهارده السريعه المختصره. الجزء الثالث اللي نروح له بسرعه، في اصحاح 13 من عدد 1 لاصحاح 17 عدد 26، تعليم يسوع لتلاميذه. ده وقت خاص جدا، وقت خاص وغني جدا. والوقت الخاص والغني جدا ده، انت بتشوف فيه حاجات، وحضرتك وانا بنشوف فيه حاجات مهمه جدا عن الروح القدس. اصحاح 14، اصحاح 15، اصحاح 16، بنشوف فيه قدس اقداس الانجيل، في يوحنا 17 صلاه الابن للاب. كل ده موجود في التقسيم الثالث. نروح بعد كده للتقسيم الرابع، او النقطه الرابعه للتقسيم، من اصحاح 18 عدد 1 لاصحاح 19 اخر لعدد 42 فيه او لاخره، بيحدث هنا عدم الايمان بابن الله. بيجي هنا برضو جزء فيه لقاءات وامور كتيره بتبين عدم الايمان بابن الله من الفريسيين ومن ناس كتير بنشوف. نروح بعد كده لاصحاح 20، بنشوف فيه من اوله لاخره نصره وغلبه ابن الله. واصحاح 21 بنشوف فيه الختام اللي بيتميز بحاجتين مهمين قوي، ان الرب بيوري يوحنا دوره، والرب كمان بيسترد بطرس. وده الشيء المهم جدا في ختام هذا الانجيل. هذا التقسيم قد يساعدك وقد لا يساعدك، لكنه تقسيم يتحدث عن الايمان بابن الله. لكن بكل سرعه وبكل ايجاز، مش معنى انجيل يوحنا اللي اخترناه، وهل هذا الانجيل يتميز عن الاناجيل الاخرى؟ الاناجيل الاخرى هم ثلاثه، متى وماركوس لوكا. متى ماركوس لوكا يسموا بالاناجيل الايزائيه او السينوبتيك جاسبلز. يعني ايه سينوبتيك جاسبلز، او يعني ايه اناجيل ايزائيه؟ هي اناجيل متشابهه، انها كلها بتتحدث عن تاريخ الرب يسوع الارضي، تاريخ الرب يسوع من حيث ولادته، من بدايه من ولادته حتى صعوده، كلها بتتكلم في نفس الاجزاء وتتحد في اشياء كثيره وتتشابه في اشياء كثيره وفي اغلبها. ولكن يوحنا يتميز في انه انجيل سماوي، انجيل قدس اقداس، انجيل رمزي، انجيل اختياري، يختار بعض الامور بدون ترتيب زمني محدد ويغطي فتره زمنيه محدده، وفي ذات الوقت يتحدث عن يسوع المسيح ابن الله زي ما قلنا في البدايه. متى كتب لليهود عن الملك، ماركوس كتب للرومان عن ابن الانسان، لوقا كتب عن خدمه يسوع وانسانيه يسوع المسيح،
وكتب بمساعدة بولس وماركوس، وهو أقدام الأناجيل كتب بمساعدة بطرس. لكن بكل سرعة نصل إلى يوحنا، كتب في الثمانينات أو التسعينات، في أواخر الثمانينات وأوائل التسعينات كما يظن البعض. وبيقولوا إن 90% من هذا الإنجيل تفرد به إنجيل يوحنا، فلم يذكر في الأناجيل الأخرى المحتوى الأغلب في هذا الإنجيل لعظمته وأهميته وتفرده في أشياء كثيرة. طبعاً ده ما يمنعش إن الأربعة بيتحدوا، الأربعة بيتكلموا عن شخص واحد، الأربعة موضوعهم واحد، الأربعة قصتهم تتحد في ثيم واحد أو في تيمة واحدة أو في شيء واحد، وهو يسوع المسيح المخلص الله الظاهر في الجسد. عشان كده ده اللي باختصار عن الأربع أناجيل. لكن نصل بسرعة إنجيل يوحنا. كيف يبدأ إنجيل يوحنا؟ هل يبدأ بميلاد يسوع؟ وهل يبدأ بقصة يوحنا المعمدان؟ وهل يبدأ بمعمودية يسوع؟ وهل يبدأ بهذه الأشياء؟ الغريب جدا أن في هذا الإنجيل لا يوجد ذكر عن ميلاد يسوع، لا يوجد ذكر عن معموديته، لا يوجد ذكر عن تجربته، لا يوجد قائمة لل 12 تلميذ محددة معينة، لا توجد إشارات عن الأمثال، فما فيش أمثال يسوع المسيح، لا توجد إشارات عن إخراج الشياطين، لم يذكر التجلي بشكل واضح، لم يذكر عن مجيئه بالتفصيل زي ما كان في متى 24 ولوقا 12 وأمور كتيرة حضراتكم تعرفوها. لكن الأصعب والأصعب كمان أنه في حاجات بعد كده لم يذكر عن العشاء بالتفصيل وألامه في البستان، ولا يوجد ذكر عن الصعود. كل ده ما يهمناش لأن الأناجيل الباقية مكملة، الأربعة بيتحدوا في أنه يتحدثوا عن يسوع المسيح وكلهم إنجيل يسوع المسيح، لكن كل شخص يأخذه من جانب كما بدأنا في البداية. عشان كده في أمور مميزة في هذا الإنجيل قبل ما تبدأ. الأمور المميزة دي أنه يتحدث عن الله الأزلي الخالق في يسوع، أنه يتحدث عن الإبن الوحيد، أنه يتحدث عن تحويل الماء إلى خمر، تحدث عن نيكوديموس السامرية ابن قائد المئة، مريض بيت حزدة، المولود أعمى، إقامة لعازر، غسل أرجل التلاميذ، حلول الروح القدس والتعليم في العلية، أطول صلاة ليسوع يوحنا 17، شكوك توما، لقاء يسوع مع التلاميذ بعد قيامته في الجليل. كل دي أمور مميزة جدا. لكن تعالوا نوصل للنهاية بتاعة المقدمة الطويلة دي اللي كان هدفها الافتتاحية بتاعتنا، وقد تكون هي المهمة اللي بعد كده هنكمل بيها دراستنا. هل هذا الإنجيل يتميز بسبعيات؟ تميز بسبعيات كثير، يعني حضراتكم مش محتاجين ان احنا نقررها لكن انتوا عارفينها كويس. فهو في سبعة انا هو، في سبع آيات ومعجزات هنشوفهم واحنا بنكمل دراستنا، في سبع شهود عن يسوع المسيح، يعني شهادته عن نفسه، شهادة روح القدس، شهادة الآب، شهادة التلاميذ، شهادة الكلمة، أمور كثيرة هناخدها في بحر الكلمة وفي تبحرنا في هذا الإنجيل. ولكن في النهاية هذا الإنجيل فيه كلمات مفتاحية ركز عليها. أحد الكلمات دي كلمة يؤمن. والرسول يوحنا أو يوحنا في إنجيله تميز أنه كتب عن هذه الكلمة يؤمن وآمن من 98 ل 100 مرة تقريبا. وهذا الرسول أيضا لقب بالمحبة، هو تحدث عن المحبة حوالي 80 مرة. وهذا الرسول أيضا لقب بأنه رسول الحق، فذكرت كلمة الحق حوالي 25 مرة في الإنجيل و20 مرة في الرسائل يوحنا الأولى والثانية والثالثة. في النهاية الكاتب هو يوحنا الحبيب، يوحنا رسول المحبة، يوحنا أخو يعقوب، يوحنا ابن زبدي، يوحنا تلميذ يسوع المسيح، يوحنا كاتب الرسائل أيضا. في نهاية كلامنا يمكن أهم سؤالين بنخرج منهم الإنجيل له، ويمكن هنخرج بيهم النهاردة في القراية بتاعتنا، هما سؤالين محددين: من هو يسوع؟ وهل آمنت به أم لا؟ هما دول يمكن أهم سؤالين للإنجيل وغرض الإنجيل الذي كتب من أجله يوحنا. حاجة مهمة أخيرة عايز أذكرها، لكن تعالوا نبدأ بيوحنا واحد ونقرأ مع بعض هذا الإنجيل الرائع ونشوف إعلان الله عن نفسه من خلال كلمته، من خلال من كتبوا مسوقين من الروح القدس كلمة الله. تعالوا نشوف كلمة الله يوحنا واحد من عدد واحد. هناخد جزء قصير النهاردة. بشجعكم لسه في فرصة إنك تكتب أسئلتك، بشجعك إنك ممكن تشارك بتعليق، تكتب تعليقك على البث، بشجعك إنك تعمل شير لإخواتك والشباب وأصحابك وقرايبك وحبايبك كان عندهم وقت
افتحوا كتبكم وتعالوا نقرأ مع بعض بكل سرعة هذه الكلمات المقدسة. في البدء كان الكلمة، يوحنا 1:1. في البدء كان الكلمة، والكلمة كان عند الله، وكان الكلمة الله. هذا كان في البدء عند الله، كل شيء به كان، وبغيره لم يكن شيء مما كان. فيه كانت الحياة، والحياة كانت نور الناس. في البداية المقطع اللي قدامنا الأول أو الجزء الأول ده اللي بينتهي بكلمة والنور يضيء في الظلمة والظلمة لم تدركه، المقطع الأول ده مهم جدا إن نشوف فيه بعض الأشياء المهمة اللي هي لب موضوعنا النهاردة وهي لب حديثنا، وده هدف اللقاء النهاردة إن نخرج حتى بالخمس أعداد دول لو قدرنا النهاردة. الكورونا الأولى تميزت إن كان فيها تحديات تعليمية كبيرة جدا، وأحد التحديات دي اللي كانت أيام يوحنا اللي كتب عنها إرناوس تلميذ يوحنا هو أنه كان هناك أشخاص يتعاملون مع شخصية يسوع المسيح بشكل زائف، كانوا يتحدثون عن شخصه بشكل كاذب، كانوا يتعاملون وينادون بمسحاء كذبة، كانوا يتحدثون عن لاهوته أو ناسوته بشكل غير دقيق وغير صحيح كما أعلنه عن نفسه للرسل والأنبياء في العهد الجديد. عشان كده كان الهدف إن يوحنا يكتب الإنجيل ده خاصة لكل العالم والغنوصيين خاصة عشان يوجه أنظارنا وأنظارهم دفاعيا وقرازيا وحياتيا عن من هو يسوع. عشان كده بيقول الكلمات دي. فلو شفنا في عدد واحد بكل سرعة، في البدء كان الكلمة. طبعا كلمة الكلمة هنا ما وضحهاش في الـ في الـ في الـ في النص اللي قدامنا، ما شفناهوش بيقول كلمة الكلمة دي معناها ايه او يقصد بيها ايه او اي شيء، وهذا يوضح انها كلمة معتادة اعتادوا عليها في هذا الوقت في 90 ميلاديا او في هذا الوقت اللي كتب في يوحنا هذا الانجيل، وهم اعتادوا عليها، ويمكن انها اخذت عن فيلو الفيلسوف، ويمكن اخذت عن فلاسفة كثيرين هذه الكلمة، وأخذت عن اليهود، اليهود أيضا يتحدثون عن كلمة الله أي إعلان الله. فالكلمة لها أبعاد كثيرة لمن يسمعوها ويفهموها. فالكلمة قد تعني عقل، الكلمة قد تعني شخص، الكلمة قد تعني تعبير، فكل دي كلمات يفهموها. وأحد اللاهوتيين المحترمين الذين أحترمهم في حياتي والذين يحبون كلمة الله ويحترموها بيقولوا الكلام ده، بيقولوا إن هم فاهمين الكلمة دي، والكلمة دي عندهم بديهية، بس هم كانوا فاهمين عنها فلسفيا ويونانيا أو في الوقت ده أنها كلمة تعني أنه هناك كيان فوق طبيعي له حكمة وله علم وله قوة وله طاقة، لكنه non-personal أو لكنه غير شخصي. فكانت دي المشكلة اللي كان بيواجهها يوحنا، هذا الغير شخصي هو شخصي، هذا الغير شخصي الذي تعتقدون أنه غير شخصي هو شخص، هو متجسد. فكل الأمور دي بالإضافة للغنوصية كان يواجهها يوحنا الحبيب، يوحنا الكاتب لهذا الإنجيل. عشان كده في القرون الأولى كان في هجوم كتير على شخص يسوع المسيح، وهجوم كتير عن لاهوته وناسوته. فمثلا في عقيدة اسمها السابلية تنسب لسابيليوس، بينكروا شخص يسوع، بيقولوا أنه بس مجرد إظهارات وأظهر نفسه في إظهارات وأزمنة مختلفة لكنه غير شخصي. أيضا الدوسيتية، ودول بيقولوا عنه أنه ما كانش إنسان وكان ليه بس مجرد ظهورات. أيضا في أمور كثيرة زي الأريوسية، زي عقائد كثيرة كانت تتحدث، والنسطورية كانت تتحدث عنه كمخلوق، كانت تتحدث عنه أنه ليس الله، كانت تطعن في شخصه، تطعن في إنسانيته، وتطعن في كل شيء. عشان كده كان يوحنا يتحدث لهؤلاء الناس، ولازلنا حتى اليوم تهاجم شخصية يسوع المسيح، ولكن كلمة الله تدافع عن نفسها حتى اليوم. ده كان أحد الأهداف اللي احنا النهاردة بنفتح قدامها هذا الكلام. عشان كده يمكن خدنا وقت في كلمة الكلمة، لكنها كلمة محورية جدا يعرفونها عن ظهر قلب، لكنه كان يدافع عن هذه الكلمة بأنه شخص، بأنه مش زي ما أنتوا فاكرين أنه غير شخصي، لكنه كيان شخصي، إله كامل، إنسان كامل. وهنشوف مع بعض كيف تحدث عن الكلمة الأزلي يسوع المسيح المتجسد.
عشان كده بيقول في البدء كان الكلمة. الكلمة كان أول شيء في البدء، فالكلمة أزلي. الكلمة ما حدش أوجده، الكلمة ما جاش في وقت، الكلمة ما جاش لما اتولد، لكن في البدء كان الكلمة. هل هذا الكلام ليه دفاع في الكلمة الله؟ طبعا. لو رحنا لفليبي 2 كل ده موجود، عبرانيين 1 موجود، كولوسي 2 و3 موجود، كل ده تقدر ترجع له في كلمة الله في دراستك الشخصية. يبقى أولا في البدء كان الكلمة، والكلمة كان عند الله. معنى هذا مش بس أنه كان أزلي، لكنه كان في ترابط، في شركة، في يعني علاقة وثيقة مع الله الآب، مع الآب، فهو الابن، فهو أكنوم الابن، فهو شخص الابن الذي متحد مع الآب منذ الأزل. فهذا الشيء الثاني عنه، وهذا الشيء يدافع عن عقيدة الثالوث التي تهاجم حتى اليوم من أناس كثيرين. الشيء الثالث بسرعة، وكان الكلمة الله. الكلمة شخصي، الكلمة الله، الكلمة ليس كما تظنون، الكلمة ليس مجرد فكرة، الكلمة ليس مجرد قوة، الكلمة ليس مجرد ظهورات، الكلمة ليس مجرد روح، لكنه الله. يسوع المسيح هو الله. الشيء اللي بعد كده اللي بيقوله في عدد 2، هذا كان في البدء عند الله، وبيؤكد هذا ما قاله في الأول كان عند الله، لكنه بيؤكد تاني، وهذا شيء مهم إنه بيقرر وبيأكد، لأن هذا الشيء كان حساس وكان يقاومه ويواجهه يوحنا في هذا الوقت بشكل دفاعي كرازي. بعد كده بيقول هذا الكلام، كل شيء أو كل شيء به كان، كل شيء به كان، وبغيره لم يكن شيء مما كان. طبعا الكلام ده اتقال عنه في كولوسي 1، الكلام ده اتقال عنه الذي به عمل العالمين وهو بهاء مجده ورسم جوهري في عبرانيين 1، وحامل كل الأشياء بكلمة قدرته. لم يكن شيء مما كان بغيره، فهو مش بس الأزلي، مش بس عند الله وفي علاقة مع الله وهو الابن، مش بس كان الله يسوع هو الله، لكنه كمان كل شيء به كان، هو الخالق. هذا الكلام تحدث عنه بولس الرسول في كورنثوس الأولى 6 على ما أذكر، أنه خلق به كل الأشياء، وده اللي اتقال عنه كمان في كولوسي 1. لكن بكل سرعة، الذي به طبعا وله قد خلق، لكن نروح لعدد 4، فيه كانت الحياة. هذا الذي تظنون أنه غير شخصي، وكأنه بيقول كده، هو شخص وفيه الحياة. هو مش محتاج شيء يحييه، هو مش محتاج طاقة أو قوة أو حياة من خارجه تحييه. وهنا الحياة ليست بالحياة البيولوجية، لكنها الحياة الروحية، spiritual life. عشان كده هنا فيه كانت الحياة، هو موجد الحياة، هو لا يحتاج أن يوجد شخص قبله ليعطيه حياة، هو منشئ الحياة، هو فيه الحياة. وبيقول عن نفسه، أنا هو الطريق والحق والحياة، والحياة كانت نور الناس. يا العجب في الحتة دي، ده مش بس منشئ الحياة، ده مش بس بيحي، ده مش بس فيه الحياة، ده مش بس اسمه الحياة، لكنه لأنه بيحي هو نور الناس. ده بيعزينا قوي النهاردة، ده بيعزي كل شخص النهاردة عايش في موات، عايش في موت، عايش في ظلمة. وزي ما هنتكلم، قل له أنت الحياة، أنت النور. لو أنا كنت ميت، لو أنا كنت ظلمة، أثق فيك كما أنت الحياة وكما أنك فيك الحياة، تستطيع أن تحيني وتستطيع أن تنير قلبي، لأن فيك الحياة والحياة كانت نور الناس. طيب، هو الوضع كان إيه أصلاً عشان تقول عن الكلمة المتجسد أنه النور؟ كان في ظلمة، العالم في ظلمة، العالم في فساد، وأحد التعبيرات اللي بتتحدث عنها الظلمة سلطان الظلمة. بيقول كده في عدد 5، والنور يضيء في الظلمة والظلمة لم تدركه. الأشياء العظيمة جدا اللي بيتكلم عنها هنا، أنه الحياة وأنه النور، لكن بكل سرعة بيقول عنه كده، في مشكلة في السكرين شيرينج، من فضلكم يا ريت بس الأدمن هو اللي يعمل سكرين شيرينج عشان ما يحصلش حاجة. احنا في عدد 5،
خلصنا الجزء الأول المهم جدا اللي كان هدف حلقتنا النهاردة، وبنصلي ان احنا نكمل مع بعض الجزء اللي جاي. تنساش ان احنا في انجيل هام جدا، بيقول عنه المفسرين هو اهم الاناجيل الذي ينفع جدا ويليق جدا لكل شخص حديث الايمان، كل شخص يريد ان يتعمق في معرفة الله ومعرفة ابن الله ان يبدأ بها ويتعلم منها ويتعمق فيها. تنساش ان هذا الانجيل هو ليوحنا اللاهوتي، هو ليوحنا الذي يتحدث فيه عن لاهوت الابن، الكلمة المتجسد، يسوع هو المسيح ابن الله، لكي تؤمن به ولكي يكون لنا حياة اسمه. عشان كده نروح بسرعة لعدد 5 اللي كنا فيه. بيقول كده يوحنا في صح 1 عدد 5، والنور يضيء في الظلمة والظلمة لم تدركه. من هو النور؟ هو الكلمة، هو الرب يسوع، هو اللي قال عن نفسه في هذا الإنجيل أيضا من السبع حاجات اللي قال فيها أنا هو نور العالم. والناس أحبت الظلمة أكثر من النور لأن أعمالهم كانت شريرة، فالناس عايشة في ظلمة، الناس مسيطر عليها سلطان الظلمة، العالم فاسد. وهذه أحد الإعلانات التي يعلنها يوحنا هنا بشكل كرازي، العالم في ظلمة، العالم يحتاج النور، والنور ليس شخص، وهذا اللي هيقوله في عدد 6 وبعد كده. النور هو يسوع المسيح ابن الله الكلمة المتجسد الأزلي، وهو الذي فيه الحياة. وإذا آمنت به كابن الله، مش كابن الله، إذا آمنت به أنه ابن الله، لك حياة باسمه، بشخصه، في شخصه، في عمله. عشان كده نروح بسرعة لعدد 6 كل سرعة ونشوف يوحنا بيكمل يقول إيه. كان إنسان مرسل من الله اسمه يوحنا، هذا جاء للشهادة ليشهد للنور لكي يؤمن الكل بواسطته. واو، الغريب جدا إن هو تحدث في البداية عن لاهوت الابن، والغريب في البداية إنه تحدث عن الله وتحدث عن كلمة الله وتحدث عن ابن الله، لكنه هنا أخذنا لمنظر آخر أرضي بشري، تحدث عن شيء في مفارقة، في نقيض لما تحدث عنه في البداية. فتحدث في الأول عن النور، لكن هنشوف هنا شخص يشهد للنور، شخص بيقول أعدوا طريق الرب، صوت صارخ في البرية أعدوا طريق الرب اصنعوا سبله مستقيمة، وهو يوحنا المعمدان. كان إنسان مرسل من الله اسمه يوحنا، هذا جاء للشهادة ليشهد للنور. بيقول عنه كده في عدد 8، لم يكن هو النور. عايزين يكون لنا تعليم مهم قوي في الجزء ده. من هو النور لك؟ هل هو إنسان؟ هل هو رسول؟ هل هو نبي؟ هل هو شخص؟ هل هو شخص عادي بشري؟ أم هو الله الظاهر في الجسد؟ هنا اتنين بيتقال عنهم النور، شخص معرف بالألف واللام وهو الوحيد النور الذي ينير كل إنسان أتيا إلى العالم، كان أتيا إلى العالم. لكن هناك شخص آخر أتى ليشهد للنور، ولم يكن هو النور بل ليشهد للنور. عشان كده كل شخص حتى لو كان واعظ أنت تحترمه، كل شخص رأيته في كلمة الله أنت تحبه، أنت تتعلم من القلم الذي كتب به بإرشاد وقيادة الروح القدس، هو مجرد بشر، شخص ضعيف. لكن هناك شخص واحد لم يخطئ، لم يعرف خطية، لم يفعل خطية، هو ده رب يسوع المسيح له المجد، هو ده النور الحقيقي، هو ده النور اللي ينير ظلمتنا كلنا، هو ده اللي نلجأ له، هو ده اللي نؤمن به، هو ده شفيعنا، هو ده الوسيط الوحيد. يوجد إله واحد ووسيط واحد بين الله والناس، الإنسان يسوع المسيح. عشان كده في الجزء اللي احنا فيه واحنا بننهي الجزء ده، واعتقد ان هنحتاج نختم بيه مع بعض، بيقول كده في عدد 10 في عدد 9 اولا، كان النور الحقيقي الذي ينير كل إنسان آتيا إلى العالم، لكنه في عدد 10 كان في العالم. واو، هو لسه جاي بس؟ لا، ده أزلي. احنا قلنا في الأول أنه الكلمة الأزلي، أنه في البدء كان الكلمة، فكان النور الحقيقي في العالم، أوجد العالم، أنشأ العالم، به عمل العالمين، وكون العالم به، هو الخالق،
هو لم يخلق، وكل عقيدة تهاجم هذا الشيء وتقول أنه مخلوق هذا الشيء باطل غير صحيح، هذا مسيح كاذب ينادون به يدعون إليه، لكنه كون العالم به ولم يعرفه العالم. يعيد ويكرر مرة أخرى يوحنا أن العالم لا يريد أن يعرفه، أن العالم في فساده وفي مواته وفي ظلمته لا يريد أن يعرف المسيح، يريد أن يعيش في الظلمة، أعماله شريرة، لا يحب النور عشان ما تفضحش أعماله، لكن عايز يكمل في الظلمة. عشان كده في نهاية الجزء ده بيقول في عدد 11: إلى خاصته جاء وخاصته لم تقبله. يتحدث هنا عن مجيئه، يتحدث عن رفضه، وده اللي هنشوفه واللي قعدنا نقوله في التقسيم كتير. وأما في عدد 12: يا احنا شفنا ناس رفضته، هو الصورة قاتمة كده خالص، كل الناس رفضته، لم يعرفه العالم، لم تقبله خاصته. لا، ده في عمل لي، ده في عمل في كل إنسان كان قد يرفضه من قبل، كان رفضه من قبل، كان ينبذه من قبل، كان لم يؤمن به من قبل كشاول وكأناس آخرين. هو ده اللي بيقوله في عدد 12: أما كل الذين قبلوا فأعطاهم سلطانا أن يصيروا أولاد الله. هنا نرى أن عمل الله في التجديد والخلاص هو عمل مشترك ينشئه الله فينا، لأنه الحياة والحياة نور الناس وهو نورنا وحياتنا، لكن في ذات الوقت نحن نقبله بالإيمان، وهو ده اللي بيقوله هنا: ونصير فيه وبه وله أولاد الله، أي المؤمنون باسمه. هذا الرسول تحدث كثيرا عن الإيمان أكثر من 90 مرة وحوالي 100 مرة. في نهاية الجزء ده في عدد 13 بيقول إن الولادة الروحية، بيقول كده: الذين ولدوا، عن الذين قبلوا المسيح وصاروا أولاد الله بعمل الله، ليس من دم ولا من مشيئة جسد ولا من مشيئة رجل، بل من الله. يمكن هنشاور على الجزء ده في الوقت اللي جاي في التفسير اللي جاي لينا، ولما نتعمق أكتر في الوقت اللي جاي في الحلقات اللي جاية لينا، لكن كنت حابب أعيد حاجات بسيطة جدا وأختم معاكم الحلقة. ما تنسوش تتشجعوا أنكم تقروا الجزء ده بعد ما نخلص، وتقروا بروح الصلاة والاتضاع، ويمكن الله يعلن ليكم أشياء جديدة أخرى، يصحح ليكم أشياء قد أكون أخطأت فيها. لكن المهم جدا ما تنساش أن يسوع المسيح هو الكلمة الأزلي، يسوع المسيح هو أقنوم الإبن الذي كان عند الله، يسوع المسيح هو الخالق الذي كل شيء به كان، يسوع المسيح هو الله وكان الكلمة الله، يسوع المسيح فيه كانت الحياة، ويسوع المسيح هو نور الناس. دي أهم أشياء نطلع بيها من أول 5 أعداد. لكن المهم جدا أنك تتذكر أنك لا تؤمن ولا تتعلق بشخص مهما كان، حتى ولو يوحنا المعمدان، لأنه كان فقط وسيلة وأداة يستعملها الله لمجده ليشهد للنور، ولم يكن هو النور الحقيقي. لو محتاج النور روح للنور، وهو يسوع المسيح الذي تجرأ وقال عن نفسه: أنا هو نور العالم، أنا هو الطريق والحق والحياة، ليس أحد يأتي إلى الآب أي إلى الله إلا بي. عشان كده عايز أختم معاكم بقمة هذا الإنجيل اللي هنصلي بيها ونختم بيها وقتنا، وهو عدد 14، بيسموها إنجاز الإنجيل، إتمام الإنجيل، قمة الإنجيل، روعة الإنجيل، وهو عدد 14 من يوحنا 1: والكلمة صار جسدا وحل بيننا ورأينا مجده مجدا كما لوحيد من الآب مملوءا نعمة. يمكن هنفسره المرة الجاية العدد ده، لكن من المهم جدا أني نتذكر فيه أن الكلمة الأزلي، الكلمة الله، يسوع المسيح، الكلمة الذي كان عند الله الإبن، صار جسدا. هو ده اللي كان عايز يقوله عن بشريته، عن شخصه، عن ما يجهلونه عن شخصه، عن ما يجهلونه عن اللوجوس،
هو ده اللي كان عايز يقوله. هذا الشخص الذي هو الله هو أيضا صار جسدا، صار بشرا، وليس هذا فقط، لكنه يقول عنه حل بيننا، خيم بيننا، سكن بيننا، عاش بيننا، مر بيننا، ورأينا مجده مجدا كما لوحيد من الآب مملوء نعمة وحقا. رأينا مجد الله، رأينا النعمة والحق. الناموس بموسى أعطي، أما النعمة والحق هذا العهد، هذا الإكمال لكل إعلانات الله اللي فاتت، هو إتمام الكل. فالله بعدما كلم الآباء قديما بأنواع وطرق كثيرة، كلمنا في الأيام الأخيرة عبرانيين واحد في ابنه الذي صار وارثا لكل شيء، وهو ده اللي بيقوله هنا، هو ده إتمام الإعلان، هو ده إتمام كل شيء، هو ده اللي شفنا. رأينا مجده مجده مجدا كما الوحيد من الآب، هو وحيد الآب، الابن الوحيد مملوء نعمة وحقا. عايز نعمة، عايز حق، عايز الحقيقة، عايز رحمة، مش هتلاقيها في الناموس، مش هتلاقيها في افعل ولا تفعل، مش هتلاقيها في طيع وما تعملش واعمل، مش هتلاقيها في شرائع البشر ونواميسهم، لكن ستجدها في شخص واحد، الله الكامل والإنسان الكامل، يسوع المسيح ابن الله المملوء. في فرق كبير بين اللي أقول لك إن عنده نعمة وحق وأقول لك مملوء نعمة وحق، يحل فيه كل ملء اللاهوت أي جسديا، فهو فيه كمال النعمة، كمال الحق، وهو الحق، وهو المنعم على الجميع. عشان كده في نهاية الجزء ده تعالوا نصلي ونستكمل المرة الجاية، لكن عايز شاور لحاجة بسيطة في نهاية كلامنا ده، ما تنسوهاش، تنسوش أنه الكلمة، تنسوش أنه النور، تنسوش أنه أعلن وأظهر مجد الله، تنسوش أنه مملوء نعمة وحقا. الرسالة ببساطة اللي عايز يقولها يوحنا من خلال هذا الإنجيل، أن يسوع هو المسيح ابن الله، آمنوا به لكي تكون لكم حياة باسمه. عشان كده في النهاية تعالوا نصلي، نقول له شكرا لأجل أزليتك، شكرا لأجل تمايزك، شكرا لأجل أنك كنت عند الله، شكرا لأنك كنت الله، أنت الله الكامل، أنت الإنسان الكامل، أنت لم تفعل خطية، أنت لم تعرف خطية، لكنك جعلت خطية من أجلنا لتبررنا، لتخلصنا، لتغيرنا. قل له أصرخ إليك يا رب، ساعدني أعلن هذا جهارة بكل مجاهرة بلا خوف، ساعدني يا رب أن أكون كيوحنا مبادر جريء، أعلن هذا في وقت يا رب تتصارع فيه المنابر لتنادي بمسحاء كذبة، لتنادي بمسحاء آخرين ليس لهم شخصية، وقد ينادوا بأنه مخلوق، وقد ينادوا بأشياء كثيرة مزيفة كاذبة ليست حقيقية، لكن ساعد كنيستك في هذه الأيام يا رب أن تعلن حقك بالكامل. يا رب إن كنا نريد أن نعلن حقك، لكن ما نريد أيضا هو أن تعمل في قلوب من نعلن لهم حقك، فتعمل فيهم وتنير كل إنسان يا رب، وتعلن لهم حقك بذاتك، وتجدد قلوبهم ليقبلوا حقك، وتحييهم لأنك الحياة وفيك الحياة. يا رب إن كان في حد بيسمعنا النهاردة عايش في موت، عايش في ظلمة، عايش يا رب في أسر، عايش في خوف، مش قادر يصدقك، مش عارفك كفاية، تستطيع أن تأتي إليه اليوم، تعلن له ما قلت عن نفسك، تعلن له عن أزليتك، تعلن له عن ألوهيتك، تعلن له عن خلاصك، تعلن له عن نورك وحقك. فأنت الله الظاهر في الجسد، وأنت مخلصنا، وأنت ربنا، وأنت سيدنا، وأنت تستطيع أن تنقذنا من الدينونة، وتستطيع أن تنقذنا من الهلاك، وأنت نورنا يا رب. بارك كلمتك وبارك كل شخص حاضر معنا، استخدم هذه الكلمات التي قدمت في ضعف وجهل وعدم استحقاق في هذا الإنجيل الصعب المحوري الذي
يحتاج نعمة حقيقية. استعمل هذه الكلمات لتمجد اسمك، وإن كان هناك شيء غير صحيح وغير دقيق تستطيع يا رب أن تشطبه، تستطيع أن يا رب تنير كل شخص سمع كلمتك الحقيقية من خلال كلمتك. بارك كل نفس هتسمع ده مسجل، وكل نفس كانت معانا، شجع إيماننا وساعدنا نكمل الدراسة دي لكل الكرامة والمجد. خلصنا للأعداد الأولى أو الجزء الأول في الإنجيل بتاعنا، ولحد عدد 14، ويمكن ده أهم الأجزاء الأولى اللي كنا لازم نبدأ بيها، وأطلنا شوية في المقدمة، لكن هتقابل يوم الأحد اللي جاي. لو حد عنده اعتراض في الميعاد أو في اليوم ياريت يبعت لنا رسالة خاصة، احنا نتشرف، ممكن نغير كل شيء. حد عنده إضافة، عنده اقتراح، عنده سؤال، بنرحب بكل الأسئلة. أنا محتاج برضو أشوف لو حد باعت أي سؤال، أهلا وسهلا بالكل. شكرا لكل شخص باعت سلام، وشكرا لكل شخص بيصلي لأجلنا ويشجعنا، وشكرا لكل شخص عمل شير. فضلكم لو الحلقة دي فرقت معاكم في نهاية وقتنا اعملوا شير ليها، وشجعوا اخواتكم وساعدونا بنشر الخدمة دي لنشر التعليم الصحيح الكتابي اللي يمجد الرب. شكرا لاستماعكم وشكرا لوقتكم. ربنا يبارككم وتصبحوا على خير.